نعم. شيخنا الفاضل، ظهر أخيرا أو قريبا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول أن لباس اللون الفوسفوري أي الأصفر المشرب بخضرة لا يجوز للمسلم أن يلبسه أو يلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثيابا رقاقا تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا. أن إيش؟ من شعرها شيئا، أن تقص شعرها يعني. نعم. سواء قصد التقليد أو لم تقصد. نعم. هذا خطأ. أولا بالنسبة لللباس الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلا يحرم هذا اللون البصفوري على المرأة. وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها ولا حرج، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما في مكان غير في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق، سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء. وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقا إلا في حج أو عمرة. والثاني أنه يكره أن تأخذ شيء من شعرها. والثالث صكحتها. والثالث أنه جرب صكها صكي فاش يعني يمكن عشان قربكم منها من الجهاز. والثالث الجواز مطلقا، يعني يجوز أن تأخذ من شعر رأسها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات. على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشبه في هذا الشيء، وأن لا يرخص للنساء ولا يمنع. يقال الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نرى في هذا.